ادخل بقى على ملف تاني علشان وقتنا ازف، ملف الطرق. شفنا عملية سواء انشاء طرق او تحديث طرق بكم رهيب في الثلاث سنوات اللي فاتت. عايز اعرف من حضرتك كده ملخص ما تم تحقيقه حتى الان، نسب الانجاز فيما سيتم الانتهاء منه ايضا. هو حضرتك اللي احنا انهيناه تماما لحد تاريخه 1100 كيلو من كوزارة النقل. ده من امتى؟ من 2000 من اول 2015. ومنهم طرق في منتهى الحيويه اللي هو ده طريق حضرتك سمعت عنده طبعا اكيد، وكان حديث فتره الناس الحمد لله، اللي هو طريق شبرا بنها الحر. وان هم حقيقه الوصله دي يمكن حوالي 45 كيلو وفرت يعني مسافه زمنيه، ووفرت يعني حرق بنزين وسولار بطريقه يعني كان المسافه كانت بتاخد تقريبا ساعه ونص، النهارده بتاخد حوالي ثلث ساعه او 25 دقيقه. ففي ناس كتير قوي بتطلع على هذا الطريق رايح جاي. فطبعا ده كان حقيقه، وده اللي حطه بقى سيادة الرئيس الجديد ان في الـ في الـ في البرنامج بتاع الانتخابي ان حط حقيقه مواصفات جديده بقى للطرق. يعني مواصفات ما فيش حاجه اسمها دلوقتي الطريق اللي هو حارتين ده ما خلاص، يعني لازم يكون في رؤيه مستقبليه ودراسه للامتداد العمراني والتوسعات العمرانيه والتعدينيه والصناعيه والزراعيه اللي هيخدموا هذا الطريق. فبيتم تحديد بالظبط حجم الطلب على النقل، وبالتبعيه نطلع دلوقتي بطرق. دلوقتي في طرق اتعملت 4 حارات وفي طرق 5 حارات. فالحاجه الثانيه انها بتبقى تقاطعاتها حره، معظمها تقاطعاتها حره عشان سيوله الحركه ومفيش والحوادث تقل الحوادث. وفي منها طرق زي طريق السويس فصل تماما النقل الثقيل عن الملاك، لان حقيقه طريق السويس اكثر طريق في مصر بتستخدمه عربيات النقل المحاجر، لان محاجر السويس من افخر المحاجر اللي عندنا. احنا عندنا منطقه الكيلو 101 ومنطقه عتاقه دي سورس من السورسز القوميه عندنا لصناعه الخرسانه المسلحه، لان فيها كراشك ستون او سن بيدخل في خلطات الخرسانه والطرق حتى كمان اللي هي طبقات الاساس للطرق. فالمنطقه دي فيها محاجر كبيره، فكان يجب ان احنا نفصل النقل الثقيل عن الملاك، وده اللي حصل فعلا واتفتح الطريق ده. الاهم من الطريق برضو منهم كمان بقى اللي هو حضرتك هتسمع عنه قريب، وان شاء الله هيكون ده هيبقى انا في اعتقادي الشخصي ده اهم طريق في مصر، وهيبقى اهم طريق في مصر لمصر لحد 2030، اللي هو الطريق الدائري الاخليجي. ده احنا ان شاء الله خلصنا منه القوس الشمالي الشرقي، فاضل فقط القوس الشمالي الغربي. احنا بنهدف ان احنا نخلصه ان شاء الله نهايه شهر مارس. اللي هو مساحه قد ايه وتم منه؟ طول القوس الشمالي ده طوله حوالي 94 كيلو. احنا انهينا منه تماما 50 كيلو. يعني او 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 48 كيلو. بقى تقريبا نصه هينتهي ان شاء الله باذن الله على شهر اخر 3 اللي جاي. اخر 3 اللي جاي يبقى القوس، يبقى الطريق كله خلص. اخر 3 وده حقيقه مهم جدا، ده طريق رابط المحافظات كلها. يعني انت حضرتك انت جاي من اسكندريه مش هتخش لحد مصر عشان تطلع على الاسماعيليه. ده انت هتيجي قبل القاهره كده بحوالي 50 كيلو هتاخد الطريق الدائري ده الاخليجي، تلاقي نفسك على طول فتقلل الكثافه اللي داخله لك في المدينه القاهره بالظبط. هتلاقي الكثافه اللي هي ماشيه على الطريق الدائري الحالي كخفت. ليه قد ايه يا سياده الوزير؟ يعني كل يوم بنعاني من حجم كثافه قد ايه؟ انت في عندنا في انا مثلا عايز اطور الطريق الدائري الحالي، وان شاء الله هنطوره باذن الله. لا 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 ده لازم محتاج لا ده لازم، بس احنا ما نقدرش بامانه بالحاله اللي احنا فيها دلوقتي ما نقدرش. انا مش هقدر اعمل له التطوير ده غير لما انقل النقل كله على طريق الدائري الاخليجي لما ينتهي ان شاء الله. يعني تبتدي عمليه التطوير بعد شهر 3 بعد الافتتاح بالظبط، يعني بعد تحديدا بعد رمضان هنبتدي نشتغل في الدائري القديم اللي احنا نطوره، لان ساعتها النقل يعني 70% من النقل هيبقى اللي هو كان عابر للقاهره، ايه اللي هيدخله بقى النقل؟